تواصل الهواتف الرائدة جنون أسعارها، وقفزت عن حاجز 800 و900 وربما 1000 دولار. اليوم نستعرض لكم أفضل 10 هواتف والتي تتراوح أثمانها بين 250 و350 دولارا. أولا أوبو F5. جمع هاتف أوبو F5 هنا ما بين كل من الشاشة الكبيرة والأداء السريع والكاميرا الجيدة، فويأتي بتصميم جيد وإطارات نحيفة مع شاشة مقاسها 6 إنش بدقة Full HD ومعالج ميديا تيك 8 نواة بتقديم أداء سريع. الرام 4 أو 6 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية 16 ميجا بيكسل و20 ميجا بيكسل للكاميرا الأمامية، مع ميزة عزل الخلفية التي تجعل صورك السيلفي وكأنها ملتقطة بكاميرا احترافية، وذلك من خلال تجربتنا. وأخيرا البطارية تأتي بسعة 3200 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة. سعر الهاتف يبدأ من 310 دولارات. شاهد تقرير رقمي عن الهاتف. ثانيا HTC One X10. جمعت HTC بين البطارية الكبيرة والشاشة والسعر المتوسط، فالشاشة 5.5 إنش بدقة Full HD، المعالج جيد عموما من ناحية الأداء ومعالجة البيانات. الشيء الذي تلعب فيه حجم الرام دورا مهما هي الأخرى. كاميرا الهاتف الخلفية جيدة بالنسبة لسعره، وينطبق ذلك أيضا على الكاميرا الأمامية. الهاتف أيضا أتى بميزة بوم ساوند لتسجيل صوت نقي. البطارية ضخمة بسعة 4000 ميلي أمبير، وهي أكثر ما أعجبنا في الهاتف، وحسب ما قالت الشركة فيمكن أن تصمد معك يومين كاملين. سعر الهاتف 350 دولار. شاهد تقرير رقمي عن الهاتف. ثالثا هواوي ميت 10 لايت. الأخ الأصغر لميت 10 أعجبنا فيه كل من التصميم الجذاب مع شاشته التي بها 5.9 إنش بدقة Full HD Plus. الكاميرا الخلفية جيدة من ناحية دقة التصوير وجودة الألوان المثيرة للإعجاب مع ميزة التركيز التلقائي. الكاميرا الأمامية كذلك جيدة لتصوير صور السيلفي والفيديوهات، بحيث يمكنك تصوير فيديو بدقة Full HD. يتميز الهاتف بالأداء السريع والسلس، وذلك ناتج من المعالج وحجم الرام الجيدين. البطارية متوسطة السعة 3340 ميلي أمبير، وسعر الهاتف 340 دولار. شاهد تقرير رقمي عن الهاتف. رابعا سوني إكسبيريا XA1 بلس. الشركة ركزت في هاتفها على كل من الأداء الجيد والشاشة والبطارية. الشاشة 5.5 إنش بدقة Full HD، المعالج 8 نواة وهو سريع من ناحية الأداء. الرام 3 أو 4 جيجا بايت مع 32 جيجا بايت كذاكر التخزين داخلية مع إمكانية توسيعها. الكاميرا ب 23 ميجا بيكسل مع كاميرا أمامية ب 8 ميجا بيكسل. أما البطارية فسعتها 3430 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع، وسعره 310 دولارات. شاهد تقرير رقمي عن الهاتف. خامسا سامسونج جالاكسي J7 2017. نسخة الجالاكسي J7 لهذه السنة كالعادة جاءت بمواصفات متوسطة وسعر منافس. شاشة 5.5 إنش بدقة Full HD مع معالج 8 نواة جيد الأداء. الرام 3 جيجا بايت، والذاكرة التخزينية تأتي ب 16 جيجا بايت مع فتح المجال لتوسيعها. من ناحية الكاميرا الخلفية فتأتي ب 13 ميجا بيكسل، جودتها متوسطة، والأمامية كذلك بنفس الجودة. البطارية 3600 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة، ولا تدعم الشحن اللاسلكي، وثمنه 285 دولارا. شاهد تقرير رقمي عن الهاتف. سادسا LG Q6 and Q6 Plus. الهاتفان يتشابهان في التصميم والشاشة، كلاهما يحملان شاشة 5.5 إنش بدقة Full HD Plus، المعالج 8 نواة ذو أداء جيد وسريع. الرام 3 أو 4 جيجا بايت مع إمكانية إدخال ذاكرة خارجية. الكاميرا الخلفية ب 13 ميجا بيكسل ذات دقة جيدة، وكاميرا أمامية ب 5 ميجا بيكسل تتميز بزاوية عريضة تبلغ 100 درجة، وقد تم تعويض بصمة الإصبع بماسح الوجه. الفرق الوحيد بين النسختين هي الذاكرة الداخلية، غير هذا فالهاتفان يشتركان في جل المواصفات. البطارية متوسطة سعتها 3000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة. نسخة البلس ثمنها 266 دولارا بسبب وجود ذاكرة داخلية أعلى، أما النسخة العادية فثمنها 230 دولارا. شاهد حلقة مستر كيو عن الهاتف. سابعا سامسونج جالاكسي C7 برو. سامسونج مرة أخرى ضمنت مقعدين في قائمتنا. الهاتف هنا بشاشة 5.7 إنش بدقة Full HD،
المعالج 8 نواة يجعل من النظام سريعا في الاستخدام ومعالجة البيانات. الرام 4 جيجا بايت ويقبل الهاتف ذاكرة خارجية. الكاميرا الخلفية والأمامية كلاهما 16 ميجا بكسل ويمكنك تسجيل فيديوهات من خلالهما بدقة 4K، وهو أكثر ما أعجبنا في الكاميرتين. البطارية متوسطة السعة غير قابلة للإزالة وهي 3300 ميلي أمبير مع دعمه لتقنية الشحن السريع. السعر 335 دولارا. شاهد تقرير رقمي عن الهاتف. ثامناً، شاومي مي ماكس 2. جمعت شاومي هنا ما بين الشاشة الكبيرة والبطارية الضخمة، وهو الشيء الذي أعجبنا في الهاتف الذي أتى بشاشة ضخمة 6.44 إنش بدقة Full HD ومعالج سناب دراجون 625 يقدم عملاً جيداً من ناحية أدائه وسرعته. الرام 4 جيجا بايت. الكاميرا جيدة ونأمل تحسين قدرات الكاميرا الأمامية. سعة البطارية الضخمة لاتساعها حتى 5300 ميلي أمبير وهي غير قابلة للإزالة مع دعمها لتقنية الشحن السريع. السعر يبدأ من 258 دولارا. شاهد تقرير رقمي عن الهاتف. تاسعا، ZTE Nobia Z17 Mini S. ZTE أيضا جعلت لها مكانا بين هذه القائمة بطرحها لهاتف برام 6 جيجا بايت. الشاشة 5.2 إنش بدقة Full HD. المعالج سناب دراجون 653 وهو أكثر ما أعجبنا في الهاتف، حيث نادرا ما نجد هاتفا من الفئة المتوسطة بهذا الحجم. الكاميرا الخلفية والأمامية مزدوجة. البطارية متوسطة بسعة 3200 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة، تقبل تقنية الشحن اللاسلكي، وسعر الهاتف 300 دولار. انتظروا تقريرا من رقمي عن الهاتف. عاشرا، هواوي أونور 9 لايت. شاشة الهاتف كبيرة بمقاس 5.65 إنش بدقة Full HD Plus. المعالج كرين 659 8 نواة جيد الأداء. الرام 3.4 جيجا بايت. كل من الكاميرا الأمامية والخلفية يأتيان بكاميرا مزدوجة 12 و 2 ميجا بكسل. البطارية غير قابلة للإزالة وسعتها 3000 ميلي أمبير وكنا نأمل أن يكون أكثر. السعر 227 دولارا لنسخة 4 جيجا بايت ب 32 جيجا بايت مساحة داخلية، على عكس النسخة ذات المساحة الداخلية 64 جيجا بايت و 4 جيجا بايت رام والتي يبلغ ثمنها 273 دولارا. انتظروا تقريرا من رقمي عن الهاتف. غير هذه الهواتف هناك العديد من الهواتف الأخرى التي تستحق الذكر، وهي Oppo F3 و F3 Plus، ZTE Nubia Z17 Mini، Motorola Moto 4X، Motorola Moto G5S Plus، Nokia 6، Sharp Aquos S2، Meizu Pro 7، Sony Xperia XA1 Ultra، Samsung Galaxy J7 Max، Honor 8 Pro، Huawei P10 Lite، Nokia 7. ملاحظة مهمة عليك معرفتها، السعر يختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر. بعض المواصفات تختلف أيضا من منطقة لأخرى مثل ميزة شريحتي الاتصال، فعليك التأكد جيدا من المواصفات التي تريدها قبل شراء الهاتف. هذه القائمة فقط للهواتف التي تم إنتاجها في 2017. وفي الختام نأمل مشاركتنا الهاتف الذي تفضله، وهل تحمل هاتفا من هذه القائمة؟ فريق رقمي بذل مجهودا كبيرا عليه، ونأمل منكم مساعدتنا في نشر الحلقة ومشاركتها، ولا تنسى اللايك. الحلقة القادمة ستكون عن أفضل هواتف تحت سعر 250 دولارا. شكرا لكم وإلى اللقاء.